على قدم وساق، تسابق القوات العراقية الزمن لإطلاق عملية تحرير القطاع الغربي لمحافظة الأنبار من قبضة تنظيم داعش. عملية تحرير غرب الأنبار تتضمن وفقا لمصادر عسكرية ثلاث مناطق، عانا وراوة والقائم، وهي الأقضية الثلاثة المتجاورة والتي تعد من أبرز معاقل التنظيم الإرهابي في العراق، وتربط العراق بسوريا والأنبار بالموصل، حيث تعد محور اتصال حيوي لعناصر داعش على الحدود العراقية السورية. المصادر العسكرية أوضحت أن الاستعدادات للعملية العسكرية تشمل خطط التقدم الميداني والدعم اللوجستي، فضلا عن توفير ممرات آمنة لخروج المدنيين. الاستعدادات لتحرير غرب الأنبار تأتي في موازاة انتظار ساعة الصفر لإطلاق عملية تحرير مدينة الحويجة جنوب مدينة كركوك من براثن التنظيم الإرهابي، حيث تسعى القوات العراقية للاستفادة من زخم الانتصارات التي حققتها مؤخرا، والتي أضحت قاب قوسين أو أدنى من دحر داعش نهائيا في العراق بعد الهزائم المتلاحقة التي مني بها التنظيم الإرهابي، والذي لم يعد أمامه خيار آخر سوى الاستسلام أو الموت.